اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. والله انا كنت نايم لحد ما حضرتك اتكلمت. لا هو المشكله ان دلوقتي معانا اتصالات مع الكنترول حتى وانا ايه وانا بقول لا والاستاذ عبد الحميد جزاه الله خير لولا حبتين الفراوله اللي انا اخدتهم دول. اه والله كنت انا جاي منك واقع خالص. انا شكلهم فريش. اتفضل اتفضل يا فندم. طيب احنا معانا الاستاذه اسماء من كفر الشيخ. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اتكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاك يا استاذه اسماء. لو سمحت يا دكتور انا عملت تحليل دكتور قال لي ان في تيفود وعمل لي حجن صفصر ياكسون الف. ودكتور ثاني قال لي لا ما عندكيش تيفود ده اجسام مضاده وما تاخديلوش علاج. مش عارفه اعمل ايه. طيب كان في اعراض حضرتك؟ لا كان في دوخه وصداع وكان يعني انا كنت رحاله دوخه وصداع ووجع في العظم وكده فهو عمل لي كميه من التحليلات. طب لسه بس لا ثواني يا فندم لسه في اسئله. في حراره ولا ما فيش حراره؟ الحراره ما بتجيش الا لما اقعد قدام مروحه او تكييف. لا السؤال الاجابه مش دي، حضرتك قعد عندك حراره مثلا لمده اسبوع بتيجي ولا ما حصلش؟ لا لا ده كان زمان من زمان. طيب دي نقطة، النقطة الأولى، الصداع كان مكانه فين؟ يعني في آخر المناخير كده بين العينين. في المنطقة دي؟ بين العينين. طيب أقول لك حاجة، هما الرأيين، الرأي التاني اللي هو ما كانش تيفود ده كلام مظبوط، ولكن أنت حضرتك في نفس المعمل، أنت عملت التحليل اللي هو بتاع الأجسام المضادة إمتى؟ عملته من يعني من 20 يوم. طيب هنعتقد ان الدكتور الاولاني كان صح، هتعيدي نفس الاجسام المضاده لو تلاقيت الكميه بتاعتها تضاعفت يبقى كان كلامه مظبوط، وحتى لو كان اداك علاج تيفود مش هيكون كافي ان يخففك في الفتره دي فانت عيديها. لا انا عملت حضرتك من اسبوع، عملت التحليل تاني من اسبوع قال لي برده في تيفود بس بنسبه اقل من التحليل الاولاني. طيب اقفلي وانا هجاوب سيادتك. شكرا شكرا استاذه اسماء. حتى لو العلاج كان ناجح الاجسام المضاره ما بتقلش قوي، هي عاده بتقعد تزيد وتقعد فتره زي ما هي كده وبعدين تنزل تاني. كون ان هي بتقول قلت وما قلتش الاجسام المضاده، وفي اماكن ما بتاخدش بالاجسام المضاده خالص. يعني اقصد في مش اماكن يعني مثلا كفر الشيخ وبنها. لا اماكن في الجسم. لا اقصد امريكا مش عارف ايه الكلام ده، يعني في دول مش محدود. ده اسمه الفيدال تيست. تمام. وده موجود في بلادنا احنا بس، لكن هما بياخدوا بتحليل المزرعه اللي بتطلع التيفود، سواء التيفود ده موجود في الدم او في البول، واحيانا بيكون في البراز، لكن تمام. حكايه المكسام المضاده ما بياخدوش بيها لانها فعلا ممكن يكون تطعيم او ممكن يكون كان جالها تيفود قبل كده. تمام ناخد الاتصال اللي بعده يا دكتور. اتفضل. ام هاني السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام هاني. اتفضلي الدكتور معاكي. أنا دلوقتي عندي طفل عنده سمنة. نعم، سنه كام سنة يا أم هاني؟ طيب ماشي. عنده كام سنة؟ ألو؟ هي قفلت؟ أنا اسمي أم هاني. الطفل عنده كام سنة؟ مرتين. ابنك عنده كام سنة؟ عنده سنة وشهرين. سنة وشهرين. وزنه قد إيه؟ وزنه 16 كيلو. سنة وشهرين 16 كيلو؟ 16 كيلو. طوله طبيعي يعني مثلا المفروض سنه ونص يبقى طوله حوالي 60 سم 65 سم. لا متاسف سنه ونص حوالي 90 سم 85 سم 60 سم. كم؟ 65 سم. لا 65 سم مش طويل برضه، اصل اول سنه هو بيتولد 50 سم. طيب يعني هو الوزن ده هو مولود تخين؟ بياكل دلوقتي ولا بيرضع لسه؟ لا هو بيرضع وبياكل. التخن في كل حته في جسمه ولا حته تخينه وحته مش تخينه؟ لا التخن في جسمه كله يا دكتور. انت حاسه انه بياكل اكتر من اللازم؟ لا هو في جسمه كله قطعه واحده. مورم يعني؟ لا تخن طبيعي. طيب حاضر اتفضلي اقفلي. شكرا.
هو لو 65 الحاجه بدريه لو تنتظر بس على احنا يا جماعه نقول لهم يا استاذ حسام ان احنا الدقيقه بتبقى 14 قرش عادي يعني تمام مش عاملين لهم فخ مثلا لا 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 الدقيقه تطلع ب 3 جنيه مكالمه عاديه عاديه تقعد معنا 3 ساعات هي مكالمه بكام يا دكتور جنيه ونص بقى لا يا راجل لا ب 14 قرش الدقيقه 14 قرش لا لا لا, 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 لا احنا برنامج غير ربحي لا في عدد في المكالمه ولا في الدواء ولا عايزين حد يكشف عندنا ولا حد يجي ولا يروح جميل لا سفيه ده انت ساعات بيدفعوا في المكالمه ال 20 جنيه وال 30 جنيه لا لا مالناش في الموضوع مالناش في الكلام ده يا جماعه فاصبروا معانا ادخلوا على مهلنا بالنسبه طيب. للطفل اللي هو وزنه زايد ده هو ما اعتبرش طويل لان المفروض هو بيتولد طوله 50 سنتي واول سنه المفروض يزيد من 20 ل 25 سنتي تمام فالمفروض يعدي ال 70 على الاقل فهو بقى له سنه ونص السنه الثانيه بيزيد حوالي 10 سنتي فتلاقي لما يبقى عنده سنتين يبقى 80 85 على الاقل اقل شيء سنه ونص يبقى 80 75 على الاقل فهو كده انا شايف لا يكون في مشكله عنده في الغدد الصماء فيعني يتشاف احنا للاسف ما عندناش فرصه ان احنا نصوره ونشوفه لكن احنا قلناها دواء مش هيعمل مشكله خالص لو خده تمام هو هياخد التروكسين ده او اوثيروكس اوثيروكس تمام. افضل 25 ملي جرام هياخد نص حبايه تدوبيها في معلقه ميه كده كل يوم الصبحيه جميل لمده 3 شهور يمكن تلاقي في تحسن حاجه كده وصفه ببلاش خالص وانا بدي الدواء وعارف زي ما بكون ملوش اثار جانبيه مش هيعمل مشكله هيجيب نتائج ما حصلتش ان شاء الله طيب ام هاني لو عايزه تعيدي اي اسامي من الدكتور الادويه يا ريت تتابع الحلقه تاني ناخد الحاجه بدريه السلام عليكم ايوه حاجه بدريه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ايوه دكتور معاك يا فندم اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور نعم معاك يا فندم لو سمحت معاكي والله لو سمحت طيب حضرتك انا عندي السكر بقالي 10 سنين اوكي بقالي 10 سنين عند السكر اتفضلي ودلوقتي باخد انسولين 30 وحده الصبح اوكي لا اسمعينا من التليفون يا ست حضرتك عشان تسمعينا من التليفون حاجه بدريه في حوالي نعم. كده 5 ثواني تاخير حاجه بدريه لو سمحتي بس نعم. يعني وطي التليفزيون ماشي يا دكتور وطي التليفزيون وابعد عنه ايوه عشان بس أيوه. الدكتور يقدر يسمعك ويشخص حللت النهارده في ابو مينا مستني من بورسعيد بعدك اتفضلي حللت النهارده لقيت الصايم 258 طيب 158 طيب 158 158 عظيم والفاطر 275 بعد ما اخدتي ال 30 وحده انسولين بعد ما خدت بعد الاكل صحتين لا يعني انت خدت الانسولين وبعدين اكلتي وبعدين حللتي او حللت بعد الاكل بصحتين لسه ما جاوبتيش على اللي انا قلته خدت الانسولين ولا ما خدتش الانسولين خدته طيب. طيب شكرا باخد ال 30 وحده دول عظيم طيب لا خدته انت عاوزه تظبطي السكر صح وزنك كم جسمي بقى لما اخذه يعني في الكلام جتتي كلها بتوجعني كل حته يعني مفر النهارده شويه ورك دي شويه رجل دي كتفي يعني وجع جام حاجه زي الروماتيزم كده حاجه وجع يعني وجع فظيع انا مش طايقاه ولا تنميل وخدلان وحرقان لا وجع يا دكتور واصلني السؤال عاوز اساله وزن حضرتك كم كيلو انا وزني 90 وطولك 155 155 يعني اخر 6 شهور الوزن زاد ولا قل؟ لا ما طبيعي لا بيزيد ولا بيقل طب اتفضلي اقفلي وهقول لك تعملي ايه؟ الف سلامة عليك طب ماشي شكرا حاجة بدرية هي دلوقتي بتاخد انسولين والانسولين بقى له واضح انها بتاخده بقى له فترة طويلة هو هنا لو زودنا دواء رخيص خالص اللي هو السيدوفاز او الجلوكوفاج 1000 حباية قبل الغداء وحباية قبل العشاء إلى جانب الإنسولين بتاخده الصبح وننتظر من 3 أسابيع لخمس أسابيع ودي التحليل وكلمنا تاني هتتحسن إن شاء الله إن شاء الله ولو قدرت تمشي نص ساعة في اليوم يبقى كويس إن شاء الله تمشي.
من بورسعيد ابو مينا. السلام عليكم. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. اتفضل ابو مينا الدكتور معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضل. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا اخي، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انت كنت عملت العمليه، عملت عمليه البنت وخدت مني 50,000 جنيه يا دكتور. والله العظيم. قلنا 50,000 جنيه يا دكتور. كنترول صوت من الراجل المدسوس ده. انت كنترول نايم ولا ايه؟ كنترول نايم؟ ابو مينا، ابو مينا ما ينفعش الكلام ده في البرنامج، وانت يعني بتسال بتاخد اي استفسارات او اي حاجه لعلاج الهوى، والدكتور كل الشغل بتاعه احنا ما بنتقيش اي فلوس ولا اي مال، زي ما الدكتور بينوه على طول على البرنامج. فلو سمحت مش عايزين ايه يعني اي حد يتسبب في ضياع الوقت للمتصلين او للمرضى، لان كل الكلام احنا ما نرضاش على اي مريض عايز يلاقي وقت يتصل بالدكتور ان حد يعني واحد تاني متصل يضيع الوقت ده. وشكرا عامه على اتصال ابو مين. دكتور نتكلم على التيفويد لان ماشي. استاذه رحمه. الو. اهلا يا رحمه. اتفضلي يا استاذه رحمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 2 سنين دلوقتي. نعم. هي دايما بتشتكي من الم تحت السره. حضرتك في اي مثلا كان عندها كحه قبل كده او امساك او اي حاجه؟ لا لا، هي كان عندها من فتره كحه، من فتره يعني من حوالي شهر. طيب، والالم ده جه بعد الكحه ولا ملهاش علاقه بالكحه؟ لا، هو من حوالي اسبوع. الالم من اسبوع والكحه بقى لها شهر، خفت امتى؟ الكحه خدت معاها بتاع 15 يوم. انتهت امتى ال 15 يوم دول؟ من حوالي، هو انا كنت كاشفه عليها فعملت تحليل من حوالي اسبوعين كده، فالدكتوره قالت لي ان هي عندها نقص كالسيوم شديد وانيميا وحاجات من دي. اصل انت دخلتني في حاجه تانية، انا بسال على الكحه الاول، قلت لي بقعدت اسبوعين صح؟ اه. الاسبوعين دول خلصوا امتى؟ الاسبوعين دول خلصوا، كان اعاده الكشف بتاعتها كانت الاربع اللي فات. انا مالي ومال اعاده الكشف؟ الكحه خلصت امتى؟ ما انا لما رحت كشفت الدكتوره قالت لي خلاص هي ما خفت. بقالها قد ايه؟ بقالها كده، بقالها حوالي 10 ايام. جميل. والألم اللي تحت السرة بقاله أسبوع صح؟ آه. بيقل ولا بيزيد الألم؟ يعني لا. النهاردة أحسن ولا من أسبوع كان أحسن؟ لا يا دكتور، هو بيزيد بعد ما بتاكل. مفيش فتاء طالع ولا حاجة؟ لا لا، ما أنا كشفت الدكتور قالت لي لا مفيش فتاء ولا حاجات من دي. طيب، أما تحط إيدك على البطن كده من بره على خفيف، الألم يزيد؟ هو انا بحس زي ما يكون عندها انتفاخ او حاجه زي كده. يعني اذا طب ما بتخش الحمام او ما بتعمل يعني كده يا دكتور بتتحسن؟ هي عندها كميه ديدان كبيره. طيب ما انت ديدان ايه، اسكاريس ولا ايه؟ لان الاسكاريس هي اللي كبيره. ايه يعني انت عايزاني اعالج لك الديدان؟ يا دكتور، اصل انا اديتها كذا جرعه. فمش يعني بديها كل اسبوع جرعتين. اسمه ايه الدواء؟ الدواء هو انا مش فاكره اسمه يا دكتور. حبايه الصبح وحبايه بالليل؟ لا يا دكتور، ده دواء شراب. هي سنها كام سنه قالت لي يا اسامه؟ السن كام سنه؟ السن هي دلوقتي عندها سنتين. طيب، ما انت بتاخد ممكن دواء شرب تاني اسمه فلوفر مال، هتاخد معلقه كبيره الصبح ومعلقه كبيره بالليل لمده 3 ايام ورا بعض. ولو كانت الديدان الدبوسيه ففي حاجه اسمها وايد بيبت، طبعا تعيد الحلقه وتشوف اكيد. وايد بيبت بيدين حوالين الشرج قبل النوم لو كانت الديدان الدبوسيه. اتفضلي اقفلي وانا اكمل. طيب، متشكرين يا استاذ رحمه، خليكي مع الدكتور. هو الديدان عاده اللي بيعمل الام في البطن نوعين. تمام. عادة يعني يا اما الاسكاريس، والاسكاريس دي طول حوالي 15 20 25 سنتي، يا اما الانكليستوما، والانكليستوما دي صغيره مش كبيره فبتعمل نزف وتعمل انيميا
ده الشائع قوي. لكن الاكزورس او اللي هي الديدان الدبوسيه اللي هي الرقيقه قوي دي، فدي بتنتقل داخل العيله، يعني ممكن تنتقل من العيان لنفسه، تنتقل من العيانه المريضه الطفله لاخواتها والابوها والامها، وممكن هم يعيدوا يدوها كده، فالعيله كلها تاخد الدواء لو كانت هي زي ما بتقول بقالنا كتير. فاحنا هناخد الفلوفرمال ده، منه في حبوب وفي منه شراب اللي هو معلق يعني. تمام. ترج الازازه كويس، والبنت الصغيره تاخد معلقه كبيره الصبح ومعلقه كبيره بالليل، وبعدين تجيب العلبه فيها 6 حبات، كل واحد في العيله ياخد حبايه الصبح وحبايه بالليل مره واحده بس، كلهم في وقت واحد. فهم لو 3 افراد يبقى ياخدوا 6 حبات، لو 6 افراد ياخدوا 12 حبايه. والملايات لازم تتغلي كويس، ونعمل وايد بيبت حوالين الشرج بالنسبه للمصاب. تمام. كانت بتهرش بالذات يعني. دكتور استاذنك ان احنا نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل بننوه لكل الساده المشاهدين ضبط جميع الاجهزه على 11-823-11-8-2-3 راسي. فاصل ونواصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. دكتور محمد رجعنا مره تانية. اللي هو المشكله العويصه بتاعه مريض السكر اللي هو بيعتمد على الهيموجلوبين السكري، تمام، او اللي هو بنسميه احنا اللي بنسموه ايه التراكمي. هو التراكمي ده الحقيقه لفظ غلط، هو المفروض الهيموجلوبين المتسكر. تمام. يعني هو الهيموجلوبين اللي هو كرات الدم الحمراء. عندك حد؟ لو عندك حد يخش لا لا علي. طيب لا يعني لا عندي فرصه اتكلم. لا يعني. تمام. اه طيب. خد فرصه يا دكتور. فهو احيانا تبص تلاقي الهيموجلوبين السكري ده بيطلع اكتر من الطبيعي، والطبيعي بتاعنا 5.5. تمام. خلاص اتفضل. في اتصال. طيب من الجيزه يا استاذ محمد، السلام عليكم. انا والله كنت عايز اشكر الدكتور جدا على اسلوبه الشيق مؤذب مع الناس، كنت هشكر الدكتور ده. اهلا وسهلا، الله يخليك. شكرا جزيلا. ده من ذوقك يا استاذ محمد. وان هو برنامج الدقيقه بسعر عادي، فمتشكر جدا للدكتور يعني. متشكرين جدا، متشكرين جدا على ذوقك يا استاذ محمد. بس انا والله بتصل عشان اشكر الدكتور يعني. الله يخليك. طيب يا فندم، هو في اي الفكره بس يا استاذ محمد ان للاسف اهل المهنه احيانا بيتضايقوا من الحكايه دي، وده شيء طبيعي يعني. واحنا لا عايزين حد يكشف عندنا ولا حد يجي لنا، والدقيقه ب 14 قرش عادي زي اي قناه، زي اي مكالمه. اكيد اكيد. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد. اي سؤال؟ شكرا. شكرا يا فندم. اتفضل يا دكتور. فانت دلوقتي العيان يجي يعمل السكر الصايم مثلا، يلاقيه الطبيعي اللي هو 100. يعمل السكر بعد الاول ولا يجي بتحرك الالم، يعني في اتصال. يعني انا لا، هم الاولويه طبعا. ده رجاء من استاذ رجاء. استاذ رجاء السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا استاذ رجاء، الدكتور معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا عامله عمليه الغده ليه 6 سنين وعندي 29 سنه. عامله الغده من كام سنه يا فندم؟ 6 سنوات. عامله الغده من 6 سنين يا دكتور. نعم يا فندم. وانا عندي 29 سنه. طيب يا فندم. وباخد يا دكتور التركسين 150، وشايله الغده برضو الجارد راكية، وماشيه على علاج كالسيوم. يعني هم انت شلتيها بمزاجك ولا اتشالت بالخطا؟ لا والله يا دكتور، كنت تعبانه وقال لي دي غده تسمميه ولازم تتشال كلها، شل الغده الدرقيه ولا الغده الجارد راكية؟ لا برضو سؤالي حضرتك، يعني انت كنت داخله العمليه قال لك هشل لك الجارد راكية قبل ما تخش العمليه؟ لا يا دكتور، هو ما فهمنيش، هو قال لي انا هشيلها كلها، بس حضرتك انا ما كنتش عارفه يعني ايه غده جارد رقيق غير لما عملتها. طيب عموما ده نصيب. طيب وبعدين سيادتك بتاخدي 150؟ يا دكتور انا تعبانه دلوقتي على طول، معايا ضيق في التنفس، والعلاج اللي انا باخده مش عارفه هياثر على الكلى ولا مش هياثر، مش عارفه اعمل ايه يا دكتور. انت حضرتك انسه ولا مدام؟ لا انا مدام يا دكتور، عندي ولدين. وزنك كم سنه وزنك كم كيلو يا فندم؟ وزني يا دكتور 75. وطولك قد ايه؟ طولي يا دكتور 165. والوزن ثابت كده حضرتك بقاله فتره يعني 6 شهور او اكتر؟
طيب حضرتك دلوقتي ايديك بتتشنج او رجليك بتتشنج؟ اه يا دكتور، كنت في الاول كان يجيني تشنجات، لكن دلوقتي الحمد لله مفيش. بس يا دكتور انا زهقت من ان الكالسيوم تعبانه في نفس الوقت. يعني الكالسيوم بيطلع كام كالسيوم حضرتك؟ الكالسيوم بيطلع كام؟ الكالسيوم يا دكتور بيطلع 7. اه ده مستوى واطي قوي الحقيقه. ماشي يا دكتور على كالسيوم دي 3 اف، باخد 2000 الصبح و2000 بالليل. والدكتور قال لي لازم تمشي برضه على بون كير. أوكي. ومش عارفه اللي انا باخده ده هياثر على الكلى ولا هعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور. اه ولكن الحمد لله بتطلعي السلم وبتمشي وتروحي وتيجي كله كويس. معايا دي في التنفس يا دكتور، معايا نهجان. طيب ضربات القلب سريعه؟ اوقات يا دكتور. انت بتنهجي وحضرتك بتكلمينا؟ اه. حضرتك ده طبيعتك ولا بس يعني عشان التلفزيون خضك؟ لا ده انا على طول على كده يا دكتور. طب بصي، احنا انا شايف ان جرعه الالتروكسون ربما تكون زياده عليك شويه، فانت هتاخدي حد. ما انا يا دكتور انا لما باخد العلاج بتاع الكالسيوم يا دكتور بدوخ. انا ما قلتش الكالسيوم، اتفضلي اقفلي. وفي نفس الوقت يا دكتور ما بقدرش ابطله عشان ما يجراليش اي حاجه مثلا. هو انا قلت لك وقف الكالسيوم؟ ما جيتش ناحيته ولا بالعكس، ده هو عكس الكلام اللي اتعرضت. ولو سمحت يا دكتور الله يبارك لك، عشان من الواحات البحريه ومكاني بعيد، عايزه بس استفسر على بالنسبه للخلفه يا دكتور. نسبه ايه؟ الخلفه. للخلفه انا عايزه اخلف تاني. تطمن على مش عندك ولدين بفضل الله؟ ايه؟ طيب قولي لي الدوره بتيجي منتظمه ولا لا؟ اه كل حاجه منتظمه يا دكتور الحمد لله، بس تعبانه على طول يا دكتور، ومعايا ضيق في التنفس ونهجان وجسمي واجعني ودايخه وكل حاجه والله يا دكتور. طيب الف سلامه عليك. شكرا شكرا استاذ رضا. يا رب دكتور. اللهم امين. دلوقتي حضرتك هي الدوره ده منتظمه، يبقى ان شاء الله يكون في تبويض. احنا عندنا مشكله معروفه قوي، ولذلك احنا بنحاول ما نشيلش الغده الدرقيه لمرضى الغده الدرقيه غير في حدود ضيقه جدا. تمام. وده اتغير جدا في اخر 20 سنه. حكايه الجراحات الغده الدرقيه انحصرت لبعض حاجات بسيطه جدا. معلش يعني اللي موجود استاذ عادل من شبرا الخيمه. خليك يا استاذ عادل معلش لو سمحت. ثواني معانا. معلش كل ده هتدفع 14 قرش وهنبقى نعوضك ان شاء الله. تمام. في 5 دقائق زياده. ف ال ال كنت بقول ايه قبلها؟ الغده الدرقيه. ايه امتى نشيل الغده الدرقيه عشان الناس تستفيد يعني. تمام. واحد، ان في اشتباه كبير ان ورم غير حميد يعني سرطان. والاورام السرطانيه بتاعت الغده الدرقيه اورام غلبانة مسكينة، يعني ممكن تسيب العيان بالست شهور ويمكن السنة وهي تفضل ساكنة كده من غير تأثير. بيسموها ليزي تيومرز. يعني واخد بالك ازاي؟ ليزي يعني ايه؟ كسلان. كسلانة، ورم كسلان ما بنخافش منه. لدرجة الست لما تكون حامل وعندها غدة درقية ويطلع عندها مثلا ورم خبيث وخلاص عارفينه في غدة درقية، نستنى ما تولد ولا بتفرق معانا يعني 4 شهور 6 شهور حكايه تخش النهارده العمليات عشان نلحق نشيل ونعمل احسن مش عندنا، واخد بالك السربعه دي. 2، ان يكون حجمها ضخم جدا لدرجه انه مغير منظر رقبتها. 3، ان يكون ضاغط على الاحبال الصوتيه ومغير صوتها. 4، ان ضاغط على البلعوم ومخليها مش عارفه تبلع كويس. او عندها احساس بالخنقه يعني جماليا او عامل مضاعفات او ما الى ذلك. غير كده في الحاله دي تتشال؟ ما بنشالش. غير كده ما بنشالش، حتى يفرض ان هي قد البرتقانه وهي مش فارقه معاها ومش عامله ضغط ومش عامله ومش عامله، دي سيبها. تتساب. نسيبها، واخد بالك، وندي ادويه ممكن نقللها شويه. ليه؟ اما بتتشال في تقريبا 1% او 1 إلى 300 بيشال غده الكالسيوم اللي هي الجرده الدرقيه. علاجها صعب جدا ومزعجة ومقرفة وعندها الأعراض اللي قالتها. تمام. والأعراض دي تتشابه مع زيادة الهرمون اللي هي واخداه. يعني أنا عندي حل من 2، يا إما بتاخد التروكسين زيادة اللي هو الدواء التعويضي للغدة الدرقية، يا إما إن نقص الكالسيوم اللي عملها الاتنين دول، والاتنين قريبين من بعض. فهضطر أطلب منها تعمل حاجة اسمها FT3 FT4 TSH، وهي حفظهم كويس. تمام. في جميع الاحوال انت مستعجلني ليه؟ لا مفيش مشكله. طيب خد راحتك يا دكتور عشان اصلح حاله مهمه قوي. تمام. وفي جميع الاحوال لازم اعلي مستويات الكالسيوم في الدم. الكالسيوم 7،
هي بتاخد يعني حبوب كالسيوم تعويضيه، لكن انا شايف ان احنا ناخد دواء اسمه فيتامين دي البدائي، لان البدائي اللي هو بيسميه دي 3 ورخيص جدا جدا. أوه. يعني هم تلاقيهم بيدوها حاجات غاليه. يعني ايه البدائي يا دكتور؟ يعني اصل كل الفيتامينات بتبقى مش جايه بالصوره النشطه. تمام. يعني تدخل جسم حضرتك وبعدين تبدا تتنشط، واتكلمنا فيها مره انا وانت. تمام. يعني فيتامين دي ده بيخش الجسم، الكبد ينشطه ينشط منه حته، واخد بالك؟ وبعدين روح الكلى تنشط منه حته، يبقى كده جاهز للشغل. شركات بدات تعمله جاهز. الجاهز ده ملوش تاثير على ارتفاعات الكالسيوم في الدم. اللي بيعلي الكالسيوم في الدم البدائي اللي هو الرخيص. اسمه دي 3، تحفظه من ورايا. حلو. وتاخد حبايه 3 مرات في اليوم الى جانب اللي بتاخده من ادويه. ممتاز. الكالسيوم موجود في اللبن. حلو قوي، يعني اللتر اللبن فيه 1 جرام، واخد بال حضرتك؟ ممكن يعوض. تاخد ممكن فيتامينات كالسيوم، فيتامين سي اسمه فيتاسيد كالسيوم. ده قرص فوره كده بطعم البرتقال، تاخده حضرتك 2 أو 3 وطعمه حلو، وهيعلي الكالسيوم بسرعه الى جانب فيتي. يعني الاخر كالسيوم فوره فيتاسيد كالسيوم 3 مرات. 2 هتاخد فيتامين دي 3 3 حبات في اليوم. 3 تقيس لي التي 3 والتي 4 او تي اف 3 اف تي 4 تي اس اتش عشان نظبط. 4 نيجي على الحمل، استنى اما ارفع الكالسيوم اما يبقى 8.5 ويقترب من 9، يبقى نتابع الحمل. اوكي، معانا الاستاذ عادل من شبرا الخيمه والاستاذه سميره من القناطر، وناخد التليفون الاولاني من شبرا الخيمه. استاذ عادل السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي فضل. سكر كل ما بقى له 3 4 سنين، خدت جلوكوفانس 500، المهم ظبط لي السكر، كل ما بقيسه عشوائي بيديني 110، اقصى حاجه 114. المهم هو عامل لي صوابع من قدام نار من فيها، ومشط رجلي كأن حاجه تقيله على المشط من فوق، ورجلي من تحت ما بطيقش احط صبعي عليها. اجي اشد عصبي ابص الاقي رجليا زي شد عضل جامد في الصوابع تركب فوق بعض. طيب يعني انا معلش استنى حضرتك، حارف. المروحة تشتغل ما بطئهاش على رجلي، لا بالشراب على طول في الرجلين يا فندم الألم. آه. سيادتك سنك كم سنة يا فندم؟ أنا 55. الوزن كام يا فندم؟ الوزن 113. الوزن زاد يا فندم. 67. نعم يا فندم. أنا عارف إن أنا وزني تقيل. طيب. بس كنت بلعب حديد الأول. الأكل كتير شوية حضرتك متعود عليه مش كده؟ طيب ماشي على الجلوكوفاج، كام حبايه في اليوم يا فندم؟ جلوكوفانس واحده قبل الفطار. لا جلوكوفانس 500 واحده قبل الفطار. لا جلوكوفانس مش 500 بس، جلوكوفانس نوعين في جوه بعض، جلبين كلامايد او جلبرايد. نعم. هي شريطه صفراء، كبسوله صفراء، عارفها، ومكتوب عليها 5 مللي. ايوه 5 و500 ممكن. ما دي اللي بتخنك يا ريس. هي ظبطاك. ولكن ظبط السكر معايا. نعم يا حبيبي، ظبط السكر معايا. لا انت عندك 3 حاجات يا فندم. اتفضل. 1، الدواء اللي انت بتاخده ده مركب من دوايين، جزء منه المفروض اللي فيه الجلوكوفاج، وده المفروض يوطي السكر بتاع سيادتك. او قصدي يودي وزن سيادتك، يعني قلل وزن سيادتك وسد نفسك. وجزء تاني اسمه جلبنكلامايد اللي هو 5 مللي، ده بيتخنك وبيحفز البنكرياس انه يطلع انسولين. فبالتالي قلنا انسولين كتير يبقى وزن كبير. ومشكلتك انت حضرتك السمنه دي في حد ذاتها بتاثر على الرجلين. انا هقول لك تعمل ايه. اتفضل اقفل وانا هقول لحضرتك. شكرا استاذ عادل، خليك مع الدكتور. احنا الالام المبرحه اللي هي موجوده حضرتك عندها ممكن تكون اعصاب طرفيه، بص بتتشابه مع حاجات تانية زي اليوريك اسيد. هو هيعمل لنا مستوى اليوريك اسيد في الدم، ولا بدل بيعمله انا هديله علاجه. زي لورك 300 مللي جرام كل يوم حبايه في اي وقت يعجبه. تمام. خلاص. 1. 2، انا احاول اوقف الدواء اللي هو بتاخده الجلوكوفانس ده، لان الجلوكوفانس ده بيزوده في الوزن. طب انا هديله ايه رخيص؟ مفيش غير الجلوكوفاز زي ما قلت لسيادتك. الجلوكوفاز ده ممكن ناخد حبايه 1000 3 مرات بدل حبتين. هو الناس كلها بتدي لحد 2000 يعني 2 جرام. انا هديله 3 جرام ان شاء الله. تمام. قبل كل وجبه بنص ساعه تسد نفسه شويه حبايه.
للاسف الشديد اي دواء تاني ادهوله هيفوق ال 300 جنيه في الشهر. هيزود. انا مش عايز اقول له حاجه غاليه واخبار حضرتك يكون ما يقدرش يجيبها. فهو لو كده يتصل تاني اقول له على الدواء الغالي، لان في نوع بقى ب 300 وفي نوع ب 1200 وفي نوع ب 2000 في الشهر. تمام. واخد بالك؟ فخلينا على الجلوكوفاج، انا عمال ادور لك على حاجه يعني تكون خلاص. ما فيش ان احنا ناخد مثلا كمان نوفو نورم حبايه 2 مللي قبل الغداء. ممتاز. واخد بالك؟ يبقى احنا غيرنا الروجيتا خالص. واخد بال سيادتك؟ طيب الالم ده هناخد له ايه؟ هناخد له حاجه اسمها تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم. في الاول يا حسام بينيم العيان شويه. اتفضل يا دكتور. يعني بينيم العيان شويه. ريلاكس. لا يعني خليه عاوز ينام كده، فهو ياخده قبل ما ينام على طول. اسبوع ولا حاجه هيتعود عليه. نقوم نديله واحدة الصبح وواحدة بالليل، ويكل عيد التحاليل بس مش مشكلة سكر تنضبط عنده، المشكلة انه مأثر على الأعصاب الطرفية وربما يكون فيه كمان يوريك أسد عالي عشان شكله بيقول رجله من تحت. أدام رجله من تحت أعصاب طرفية برضه، بس كونه انه يلمسها دي مش بتاعت الأعصاب الطرفية. طب نعلم الدكاترة. أعصاب طرفية معناها إن آلام ليست في مكانها ولكن الجسم يستشعرها كما لو كانت في مكانها. يعني ازاي؟ انا عندي اعصاب طرفيه مدياني الام في ايدي. تمام. امسك ايدي كده ما بتألمنيش. جاي من مكان تاني. الله يبارك فيك، لان ده بروجكشن. صح. الالم انت مستعجل ليه؟ لا انا مش مستعجل، انا معاك. احنا عايزين ندي معلومات برضه، معلش. يا ريت عشان المريض يستفاد ويستوعب. ندي معلومات. طيب. لان يعني انا افرق بين التهاب الاعصاب الطرفيه الشائع في امراض كثيره واهمها بنسبه فوق 90% السكر. ازاي افرقها؟ ان العصب يا فندم ده مش هو اللي بيبقى يعني اما تمسكه ما يقلمكش، الايد ما تقلمكش. لان الاحساس جاي في المخ. العصب ملتهب بس ممكن يكون ملتهب هنا من حته ثانيه مش من المنطقه دي، ولكن هو بيدي المناطق اللي بيجيب منها الالم تقوم تسمع كما لو كانت هي المصابه في مكان تاني. زي الشاشه اللي قدامنا دي مثلا. تمام. تخيل ان دي سينما وهنا في المكنه اللي بتذيع الفيلم. تمام. الشاشه دي جابت لك نقطه سوداء، النقطه سوداء مكانها فين؟ هنا. الله يفتح عليك. تيجي تحط مصدر. هنا تحط الاستيكه تمسحها. ما فيش. طب العيب في الشاشه وانا في نقطه سوداء اعمل ايه؟ اجيب الاستيكه امسحها او اجيب البتاع امسحها. ده نفس القصه. صح، ده مثلا المكنه اللي بتدي الالم اللي بتديني هي المخ. الاصابه موجوده بعيده عن المكان اللي بيستشعره المخ. فامسك ايدي ما فيش. بينما لو كانت في حاجه موضوعيه في المكان زي اليوريك اسيد بيترسب فيها. حتى لو طبيعي. صح. لو طبيعي بيترسب امتى؟ ما تزيد حموضه الدم. ولذلك يجي بالليل، لان بالليل حموضه الدم بتزيد. ليه؟ عشان التنفس بيقل. اما التنفس يقل فيحصل اختزال لثاني اكسيد الكربون جوه الجسم فيعمل حموضه في الدم. حموضه في الدم بتخلي اليوريك اسيد الدايب ده يتحول لبلورات. البلورات هتروح فين؟ تمسك في اكبر حته فيها حمضيه. أكيد. الاطراف البعيده عن التنفس، صوابع رجلين والايدين. الله يفتح عليك، الايدين والرجلين. بس تمسكها يحصل ايه؟ يبقى في وجع بسيط. بس مش منها. لا، ترسبات نزل. لا، ادام في ترسبات هنا يبقى امسكها تقلمني. ما في دبابيس دخلت. ما ده اللي انا قلته يا دكتور. في دبابيس داخله هنا. تمام. وبتحسها في موضعها. ولذلك انا حطيت اليوريك اسيد او الام روماتيزميه تنفع. ممتاز. ده علاجه غير ده خالص، غير بتاع الاعصاب الطرفيه. ممتاز. طيب معانا الاستاذه سميره وام حسام. ناخد استاذه سميره من القناطر. السلام عليكم. طولنا عليكم. استاذ والله وبركاته. اسفين. معلش طولنا على سيادتك يا فندم. ممكن اتواصل مع الدكتور محمد لو سمحت؟ اتفضلي يا استاذه سمير. دكتور معاكي. منورنا يا دكتور محمد. الله يبارك في حضرتك. حضرتك منور الشاشه وربنا يجازيك عنا يا رب كل خير. كل معلومه بتقولها لنا. بارك الله في حضرتك. بارك الله في حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ورم لمفاوي في رجلي الشمال. الكلام دوت حوالي من 6 سنين. الف سلامه عليك. ده في اللاريا بقى ولا كان ادويه؟
لا استنى ما اسال، فالالوان تعبت لي معدتي، فانا وقفتها من نفسي كده بقالي حوالي سنتين. يا بعد اذن سيادتك، فانا مش عارفه بقى ده صح ولا مش صح، بس انا كان عندي شويه زياده في الوزن. طب اتفضلي اسالك اسئله ممكن؟ ماشي. حضرتك سنك كام سنه؟ 38 سنه. طيب انت بتقولي كان عندي تورم في اللمفاوي صح؟ الو؟ ايوه دكتور معاك. حضرتك بتقولي في تورم لمفاوي مظبوط؟ في الرجل الشمال. ايوه يا دكتور. ماسك الرجل كلها ولا جزء منها؟ لا في الاخر تحت خالص في الكعب بتاع الرجل. طيب لا انا عايز افهم بقى يعني ايه اصل اللمفاوي ده حضرتك لو هو تورم لمفاوي انت مولوده بيه؟ لا يا دكتور. ما هو التورم اللمفاوي يمسك الرجل كلها حضرتك. يا اما حد قال لك ان لازم غلط. هو التهاب لمفاوي في كف الرجل، في نص الرجل من قدام. في ظهر الرجل من فوق. في وش الرجل من فوق يا دكتور. في المشط في من فوق. بقاله قد ايه يا فندم؟ بالظبط بقاله حوالي 10 سنين. لونه ايه؟ لا هو لون الرجل هي ما فيهاش اي لون. المنطقة هي عادي. طيب انت بتاخد علاج ليها ليه؟ انا كنت الدكاتره قالوا لي عشان تقدر تقفي على رجلك لازم في علاج تمشي عليه على طول. اسمه ايه يا فندم؟ كنت باخد داكلون ودكسيوم والفينترم ودوكسيوم. دوكسيوم ودافلون والتالت ايه؟ الفينترم. موافق، بس دول كلهم حضرتك يعني عايز اقول ضد الالتهابات، يعني انت بتاخدي ادويه ضد الالتهابات. انت خايفه من الادويه دي ولا بتسالي سؤالك ليه؟ ايوه انا مشيت عليها سنه لما تعبت من العلاج انا وقفتها. تعبت من العلاج ولا من فلوس العلاج كمان؟ هما من الاثنين صراحه، بس الاكتر انا معدتي تعبتني من العلاج. ممكن. طيب انت عايزه تستمر على ايه ولا توقفي ايه صح؟ انا وقفت كله. طب ما وقفتيهم حصل مشكله؟ لا مفيش اي مشاكل حصلت، بس كان عندي زياده في الوزن ابتديت بقى عشان اقدر اقف على رجلي واتحرك، لان لما كنت بقف على رجلي كانت بتحرقني وبتحمر. شاطره. طيب ابتديت حضرتك يا دكتور ان انا انزل في الوزن، وفعلا نزلت من وزني 30 كيلو. بس برضه دلوقتي الورم لسه موجود، ولو وقفت وزودت في الشغل شويه بقى في حرقان بسيط بس مش زي الاول. طيب انت فهل يا دكتور انا دلوقتي العلاج اللي انا وقفته مني لنفسي دوت، فهل دوت صح ولا كده غلط، ولا اخد حاجه امشي عليها، ولا اوقف، ولا اعمل ايه كده بالظبط؟ طيب حاضر اتفضلي اقفلي وانا هرد. شكرا ان شاء الله. شكرا استاذ سمير. هي الادويه اللي بتاخدها ادويه ليست علاجيه قاطعه. يعني ايه قاطعه؟ طيب. يعني انت مثلا حضرتك عندك واحد عنده التهاب في اللوستين اللي هي اللوز ملتهب. اللوز ملتهب. هتديله حضرتك انتي بايوتيك مثلا 10 ايام 15 يوم 21 يوم تخف خلاص الحراره تنزل والدنيا بقى. اسمه ده اسمه راديكال تريتمنت، يعني علاج قاطع نهائي. طيب واحد تاني حضرتك عنده مثلا سكر، لا لا نعطيه علاج قاطع لان مراحل. لا ده اصل المرض ما زال موجودا، فانت بتتحكم فيما وراء المرض. فهي بتدوها كلها يعني هي لو قدرت تستحمل خلاص. انت مش عايزه تستحمل تاخد اسبوعين وتقطع، وتاخد اسبوعين وتقطع. اسبوع وتقطع، ثلاث ايام وتقطع، واخد بال حضرتك؟ لكن ممكن تاخده، مش لازم تاخده على طول ان شاء الله. ممتاز. طيب ناخد ام حسام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام حسام، الدكتور معاك. ماشي متشكرين يا اتفضلي يا فندم. شوف اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي السكر اديله 20 سنه. نعم اديله 20 سنه سكر وضغط. أيوة. باخد انسولين الصبح 40 وباخد في الليل 15، بس تعبانه وهبوط وركبتي وجعاني. ام حسام، ام حسام لو بس توطي التلفزيون او تبعد عنه بس. ها؟ وطي التلفزيون وبعيد عنه. وطي التلفزيون وبعيد عنه شوي. مش بقدر الصبح طوابعي بفتحها بالعافيه عشان اتوضى، طوابعي بتلبش خالص كده. حاضر. سن حضرتك كام سنه يا فندم؟ 67. ربنا يديك الصحه. وزن سيادتك قد ايه يا فندم؟ نعم وزن سيادتك قد ايه؟
وزني تحت 90 ولا فوق 90 مش بوزن صراحه. طيب اخر 6 شهور الوزن زاد ولا زي ما هو؟ الوزن ثابت على كده. طيب انت سيادتك قلتي لي السكر الصايم كام؟ السكر الصايم بيطلع سواعي 230. وبعد الاكل بساعتين كام يا فندم؟ وبعد الاكل بساعتين بيطلع اقل من كده. اه بتكون اخدت العلاج. باخد انسولين. ايوه حضرتك قلت 30 الصبح و15 بالليل مظبوط؟ 30 الصبح باخد 40 الصبح. 40 الصبح و15 بالليل. و15 في الليل يعني. ما بتاخدش حاجه للسكر تاني غير دول؟ باخد ستوفاج في الدول في الشغل. ايوه 1000 ولا 850 ولا 500؟ 500 يا ابني. حضرتك كم مره في اليوم؟ باخد يعني قرص واحد قرصين في اليوم. اوكي في اي دواء تانيه بتاخديه حضرتك؟ لا ما باخدش اي حاجه. وحضرتك بس معدتي تعبت من كتر عشان الركبية بجيب مرهم دلوقتي هذه الركبية من كثر المسكنات. طيب حضرتك الركب بتطقطق وانت ماشية؟ لا ما فيش طقطقة. امال الركبة ايه اللي فيها سيادتك؟ وزن 90 كيلو مش تقيلة قوي يعني. في ألم فظيع يا ابني في الركبية. باخد انا شام الضغط الصبح الاستافكس دول وكنكور في الليل طيب يعني احنا السؤال بتاع سيادتك ايه اللي غير الركب ايه اللي تعب سيادتك؟ على صوابع ايديا الصبح زي ما تكون بفتحها بالعافيه. بس طيب قولي لي حضرتك انت شايفاني مش كده؟ ايوه شايفه الدكتور. ايوه طيب اما حضرتك تيجي تفردي صوابعك كده تنطر بفتحها بالعافيه يا ابن الصبح. اه ما انا عارف بتنطر الصباع بينطر؟ لا مقلبني بس. اه يعني صوابعك الايدين الاثنين ولا ايد واحده؟ لا ايدين الاثنين والله يا ابني. طيب الايدين فيها تنميل وخدلان ولا ما فيهاش؟ فيها تنميل ايوه منملين ومقلبني. الرجلين ما فيهمش تنميل ولا خدلان؟ لا الربة بس هي اللي تعبانه. لا انا بتكلم الرجلين من تحت مش الرجل. لا الربة الشمال بس هي اللي تعبانه. اه يعني انت الصبح طب في الم في المنطقه دي مثلا مكان ايدي ما انا بحاول كده؟ اه مكان هنا في الصوابع بس الصوابع اللي فيها؟ لا ما فيش. طيب الف سلام على سيادتك. شكرا شكرا يا ام حسام وخليكي مع الدكتور. هو يعني حضرتك الصايم طبعا يعتبر عالي وهي ما بتاخد الانسولين وبتحلل بعدها بساعتين بتلاقيه اقل من الصايم لان الصايم 200 وشويه. عالي. فاحنا ممكن نحرك الجرعات بتاعه الانسولين بدل ما بتاخد الصبح 50 وبالليل 15 تخلي الصبح حضرتك 40 وبالليل 25. طب ليه انا مش هزود الانسولين وده امر سهل وهظبط لها السكر ويبسطها ويبسطني انا كمان ويبسط الدنيا بحالها؟ تمام. لان انا بحب زياده الانسولين لان زياده الانسولين هيتراكم عليه الوزن هيزيد اكيد. فاحنا هنحرك ده الجلوكوفاج او السيدوفاج هتحوله الى 1000 حبايه قبل الاكل بنص ساعه لو المعده بتتعبها تخليه في وسط الاكل مفيش مشكله قبل او قبل بعد الغداء وحبايه قبل العشاء ده أمين. برضو هيخلي السكر الصايم كويس وهيظبط لها الدنيا. نيجي على الالام اللي موجوده هتاخد فيلدين فلاش حبايه على اللسان بعد العشاء واخبار حضرتك لمده 15 يوم يعني الفيلدين ما يتكلمش اكتر من 15 يوم تمام. لكن الباقي كمل عليه زي ما هو بالطريقه اللي انا قلتها ان شاء الله تمام. ومرة تانية برضو بننوه لكل السادة المشاهدين ظبطوا كل الأجهزة على 11823 رأسي وإن شاء الله الفيسبوك برضو مع صفحة الدكتور محمد سعد حامد يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 إن شاء الله. وناخد الاتصال اللي بعده مدام سميرة من البحر الأحمر. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. حضرتك أنا رجلي وجعاني الاثنين. أيوه يا دكتور معاك يا فندم والله اتفضلي. أيوه رجلي وجعاني من تحت الركبة لغاية صوابعي حسها نار مولعة وتنميل شديد وحرقان فيها يعني.
وبعد كده الصوابعي ما بقدرش افرطها زي ما تكون في حاجه ماسكه فيها من جوه. طيب سيادتك عندك سكر يا فندم؟ لا. متأكدة؟ ما عنديش لا سكر ولا ضغط. اخر مره حللت السكر امتى؟ انا بقول محلل السكر من 6 شهور. الصايم طلع كام؟ نعم؟ التحليل الصايم بتاع السكر طلع كام؟ ايوه ما عنديش حاجه لا. طيب هقول لحضرتك بس بعد اذنك يا دكتور، انا اول ما احرك رجلي من جرد ما احرك اي حركه العصب من جوه يتلوي. بيتلوي من جوه يعني اول ما احرك رجلي من جرد حركه بس. يعني يتشنك؟ ايوه الاعصاب في رجلي من جوه زي اللي بتتلوي على بعضها. تقصد العضلات ولا الاعصاب؟ ايوه الا عضلات. ايوه العضلات. ايوه العضلات. ايوه لا هي بتكلبش مش بتت يعني ايوه هي دي. ايوه هي دي حضرتك. ايوه طيب دي امرها سهل لكن في الام تانية غير كده؟ ايوه طبعا وظهري من فوق وجعني برضو. قولي لي في ظهرك بيألمك؟ وجعني جدا ما بقدرش امشي منه. انا ما بقدرش امشي 5 متر على بعضها. اما كحي او تحزائي يحصل ألم في رجليكي؟ أيوة رجلي تجاني. طيب ألف سلامة يا فلان حول السلام. شكرا شكرا خليك مع الدكتور. هو هنا 99% زي ما قلنا التهاب الأعصاب الطرفية بيكون سبب السكر، لكن هنا واضح أن ده ممكن انزلاقات غضروفية أو تأكلات في الفقرات اللي هي القطنية العجزية اللي تحت، يعني القطنية والعجزية اللي هي بتغذي الساقين الرجلين، واخد بال حضرتك؟ ودي بتزيد دايما مع الكحه او الحز، تحس ان السرخه بتزيد. عارف انت قفلت خلاص. لا السرخه. طيب انا ده انا مش عايز اكلفها، المفروض نعمل حاجه اسمها فحص كهربي للاعصاب الطرفيه بتاعت الرجلين هتبين. لكن انا على يقين ادام هي قالت ما فيش سكر، انا هنعمل اختبار السكر الرخيص في البيت عندها. اختبارات السكر تتعمل في البيت وانت في اوضة النوم بتاعتك، بالكتير قوي تخرج من الاوضة للاوضة اللي قدامها، بتجيب الجهاز بتاع جارك او قريبك والشريط تمنه ما يزيدش عن جنيه جنيه ونص، وتعمل الشكة وتقرا. يجيب يا استاذ حسام فنجال يملاه سكر من البيت لجوه ويدوبه في مكان زي ده، وياريت التحليل في البيت، ويروح شربه وبعد ساعتين يعمل التكة التانية ويبلغنا. ده يبقى ما فيش سكر. واحد هتعمله تاني لان هي راحت عملت في المعمل ده مش كويس، ده في اخطاء وقلنا قبل كده ولنا حلقات متسجلة ولنا على الفيسبوك الكلام ده كله يقروه تاني. طيب ده بالنسبة للسكر. بالنسبة اللي عندها ده انا اعتقد ان علاجه هيكون عند طبيب عظام، بس لحد ما تروح له هتاخد دواء اسمه كالماج حبوب حباية مرتين بعد الاكل، تكمل عليه مفيش اي مشاكل الكلمك ده، وتاخد برضو حاجة تانية زي بروفن 400 حباية بعد الغداء كل يوم لمدة 15 يوم وتتصل بينا وربنا. تمام دكتور محمد، المعلومات معك شيقة وما بتخلص، وانا شخصيا بستفاد من المعلومات القيمة جدا جدا يعني. ده انا متهيألي للمريض والغير مريض. بارك الله فيك. في اي ولو كبسولة 30 ثانية يا ريت تبقى عن الكورونا الموجة اللي هي اللي جاية دي، لو حضرتك عايز تدي الكورونا في مرضى في ولادنا الاطباء في حالات كتيرة جدا جدا، واحنا لازم نخلي بالنا، شفاهم الله وعافاهم وهم غصبا عنا وعنهم، ولازم بيعالجوا الناس. وبالتالي الناس الفكرة ما بنيجي نعالج الناس يعملوا يا حسام يبقى لابس الكمامه. كمامه اول ما يخش على الدكتور يروح شادد الكمامه. مش عشان هو هيقضي الدكتور، ده ممكن هو اللي يلقط العدوى او يدي العدوى للدكتور والدكتور يبقى حامل للفيروس يديها للناس اللي بعد كده. هو بيبقى عيني بيعملها بتلقائيه. يعني غزب. هو لازم يبعد اما يكون بيكشف عليه على السرير يودي وشه. في ناس بتلاقي صعوبه في الكلام او الحديث وهي لابسه الكمامه. هنعمل ايه؟ بس يعني انا وانت كده دي المسافه المسموح بها نقعد قصاد بعض. داخله على 2 متر. هي 2 متر. هو متر ونص يقول لك او ساعات 2 متر. تمام. وكلما بعدك انا اكتر استوديو عالي او مكان هواء مفتوح. حكايه تمام. السلام الناس لازم تحضن وتبوس، انا مش فاهم الحكايه دي. ويزعل منك لو ما مديتش ايدك. تمام صح. انا معلش انا عاوز اقول بس للناس اللي يعرفوني انا طبعا. بخرج من الحلقه ما بردش على تليفونات طبيه أكيد. ولا على الواتساب ولا الكلام ده خالص. احنا لنا ساعتين مجانا لا عايزين نكشف على حد ولا بناخد فلوس من حد ولا بنعمل حاجه من حد
ولا بحب بيتصلوا عشان يشوفوا انا مش صح عايز. وجمال السبت من 6 ل 7 والفيسبوك من 9 ل 10 على صفحه حضرتك. دكتور محمد تسمح لي ان انا التزم بتعليمات الكنترول واقفل في الميعاد. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسين. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب بجامعه عين شمس والى لقاء اخر بمشيئه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.